حلقة جديدة من شؤون سقطرية نتناول فيها أهم وآخر التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. قال محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس إن وزير النقل كلف مديرا جديدا لميناء سقطرى تابعا لميليشيا الانتقال دون علمه. وأكد محروس في مذكرة وجهها لرئيس الحكومة معين عبد الملك أن تكليف مدير جديد للميناء يدفع إلى مزيد من تأجيج الأوضاع في الجزيرة. وطالب محروس الحكومة بسرعة إلغاء القرار حتى لا ينعكس سلبا على الجهود الرامية لمعالجة الآثار الناتجة عن انقلاب ميليشيا الانتقالي في الجزيرة. كشفت وثيقة رسمية عن قيام وزير النقل عبد السلام حميد التابع للمجلس الانتقالي بإقالة مدير ميناء جزيرة سقطرى ريال سعيد سليمان، ونص القرار على تكليف القيادي في المجلس الانتقالي محمد سالم أحمد للقيام بأعمال مدير الميناء خلفا للمدير السابق الذي منع قبل أيام دخول عتاد عسكري للقوات الإماراتية إلى الجزيرة. وأكدت المصادر أن هذا القرار تم بعلم رئيس الوزراء معين عبد الملك، ما يؤكد تورط الحكومة اليمنية في التواطؤ فيما يخدم الأجندة الإماراتية في جزيرة سقطرى. قال الصحفي عبد الله بدأهن إن الإمارات باتت تتحكم بالكثير من القرارات الصادرة عن الشرعية عبر ميليشيا الانتقالي كونها أصبحت جزءا من الحكومة. وأشار بدأهن في تصريح للمهرية أن قرار الإقالة الأخير بحق مدير ميناء سقطرى جاء على خلفية رفضه أنشطة الإمارات المشبوهة في الميناء. رداً على قرار وزير النقل الموالي للانتقال بتكليف قائم بأعمال مدير ميناء سقطرى، أعلن المحافظ رمزي محروس إدانته للقرار محذراً من تداعياته على الجزيرة. تطورات متسارعة في أرخبيل سقطرى تظهر تواطؤ الجانب الحكومي في تطبيع الأوضاع في جزيرة سقطرى لصالح الميليشيا والإمارات عبر وزراء الانتقالي في الحكومة الجديدة. تستمر أبو ظبي في إقصاء المسؤولين الحكوميين المناوئين لها في محافظة أرخبيل سقطرى، آخرها قيام وزير النقل التابع للانتقالي عبد السلام حميد بإقالة مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان الذي فضح استقدام الإمارات لعتاد عسكري ومنع دخول الحاويات الإماراتية إلى الأرخبيل، ووجه مذكرة رسمية إلى محافظ سقطرى رمزي محروس تؤكد التحفظ على 19 مركبة عسكرية في رصيف الميناء تم تفريغها من باخرة إماراتية تتبع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وحاويات لم يتم الكشف عما تحويها. قرار إزاحة رياض سليمان عن إدارة الميناء من قبل وزير النقل التابع للمجلس الانتقالي وتكليف أحد عناصر الانتقالي مديراً للميناء ليس سوى عملية تسهيل لاستكمال سيطرة الإمارات على الجزيرة وتسيير رحلات مشبوهة منها وإليها وفتح البوابة البحرية للجزيرة أمام السفن الإماراتية دون أي رقيب، ما يؤكد تواطؤ الحكومة اليمنية بما يخدم الأجندة الإماراتية في الأرخبيل. محافظ سقطرى رمزي محروس أكد في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك أنه لم يرشح أي شخصية لإدارة الميناء، وأن قرار التكليف الصادر من وزير النقل عبد السلام حميد الموالي للانتقالي جرى دون استشارته. محروس حذر من تداعيات قرار الإقالة وانعكاساته سلبا على الجهود الرامية إلى معالجة آثار انقلاب ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في الجزيرة، وأكد أنه قرار سيؤدي إلى مزيد من تهزيم الأوضاع في الأرخبيل بدلا من معالجتها. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث أمير السقطري. أهلا بك. بداية سيد أمير، كيف تعلق على قرار إقالة مدير ميناء سقطرى وتعيين عنصرا ميليشاويا مواليا للإمارات بدلا عنه؟ أهلا وسهلا بك. الله إقالة مدير عام ميناء الأستاذ رياض سعيد وتعيين بدله أحد ميليشيات الانتقالي يأتي بعد أن أدركوا يعني مندوبين الإمارات في الجزيرة مضايقة مشاريعهم من قبل مدير ميناء سقطرى في المحافظة،
وساعدهم في الإقالة وزير النقل المحسوب على الانتقال المدعوم إماراتيا دون الرجوع للسلطة المحلية في سقطرة. الأستاذ رياض أدى مهامه بأكمل الوجه، عمل على تفتيش وضبط كل ما يدخل ويخرج من ميناء سقطرة بدون أي استثناء. فبعد كل تلك الجهود التي يقدمها مدير ميناء سقطرة في أداء مهامه الوطنية ومنع عبث دوافع الإمارات في سقطرة التي تسعى إلى التحكم بكل ما هو ملك للوطن، شعرت تلك الأدوات أن عملها ذات مهدد ومنعوه من مزاولة مهامه، وقد حاولوا بزجه في السجن ولكن دون فائدة، فلجأوا إلى إصدار قرار بعزله من وزير الموالي لهم. هذه الأفعال ليس بغريبة على دولة الإمارات، فهي تعمل على إخراج كل من يعمل مع الوطن ومع المصلحة العامة من المشهد السياسي اليمني كما حدثت مع دولة الوزراء. نعم سيد أمير، ما الذي تطمح إليه الإمارات في سقطرى؟ بلا شك ولا يخفى على الجميع أن الإمارات تطمح في سقطرى إلى تحويلها سقطرى إلى ملك خاص بها، تتحكم بكل ما يدخل ويخرج وتسرح وتمرح كيفما تشاء في سقطرى. ما تريد الإمارات من سقطرى هو إبقاء الجهل والتخلف والتعصب والتنحر من أجل أن تكون هي المسيطرة على الوضع في سقطرى. ما تريد الإمارات من سقطرى هو تحويلها إلى محل صراع، مع أنها كانت أأمن منطقة في اليمن بشهادة الجميع ولا يوجد فيها صراع. ما تريد الإمارات من سقطرى هو نهب مقدراتها واستغلال منافذها من أجل مآربها، ما تحويل سقطرى إلى تكنات عسكرية وقاعدة تابعة لها ولحلفائها. طيب السيد أمير، الإمارات تطمح بالسيطرة على سقطرى وفقا لكلامك، كيف يمكن مواجهة هذه الأطماع الإماراتية، وهل تعتقد أن الشرعية لا تزال قادرة على أن تفشل مؤامرات الإمارات في الجزيرة؟ الواجهة في الأطماع هو بالوقوف صفا واحدا من كل شرفاء من أبناء سقطرى واليمن عامة. لابد من قرارات حاسمة من الحكومة، وفخامة الوالد عبد الرب منصور هادي بوقف هذا العبث الانتقال الإماراتي في سقطرى، علما بأنها لا يزال الأمر في يد الشرعية قبل وقوع الكارثة الأكبر، وبعدها لن يستطيعوا إخراجهم من سقطرى. طيب سيد أمير، طيب أكمل. أما الحكومة كل يوم تنبطح، خصوصا فيما يتعلق بملف سقطرى، يعني لم نرى منها أي تجاوب مع ما يحدث في سقطرى، وهذا يقال عنه تهاون وليس تطرف، لأننا ما زلنا نعقد الأمل بفخامة الأب عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه في إعادة النظر في وضع سقطرى وعدم التهاون في تسليم سقطرى ليد هؤلاء العابثين بسقطرى. سيد أمير، قرار التغيير صادر عن وزير النقل بالحكومة المحسوب على الانتقالي، وحتى اللحظة لم ترد الحكومة على رسالة رمزي محروس الاحتجاجية على القرار، هل يمكن القول إن الحكومة متواطئة برأيك؟ الحكومة إلى اللحظة هاونة يمكن أن نقول عنها لا، لكن ما حدث من إقالة مدير ميناء سقطرى دون الرجوع للمحافظة هذا بحد ذاته استهتار من الشرعية، وأن الشرعية منقسمة وهي متناحرة من نفسها، يعني وهي اللي تتناحر ما تبقى من وجود الشرعية في سقطرى. وللأسف الشديد لم تستجب الحكومة حكومة عبد المعين للمحافظ عندما بعث برسالته لهم، ويبدو أنهم قد أكلوا نصيبهم من قسمة سقطرى. الباحث أمير السقطري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دشنت الإمارات وأولى رحلات شركة العربية للطيران إلى سقطرى دون أخذ موافقة مسبقة من الحكومة اليمنية،
يأتي هذا بعد أن أوقفت الإمارات رحلات طيران السعيد اليمني من دبي إلى مطاري سقطرة وسيئون، واستبدلتها بطيران العربية الإماراتي عبر رحلات من أبوظبي إلى سقطرة والعودة إليها. ويعود هذا السبب في ذلك إلى رغبة الإمارات في إغلاق نشاط السياحة الذي بدأ ينشط بعودة رحلات السعيدة من دبي، بالإضافة إلى عدم ترك مساحة للنشاط التجاري وتعافي العملة النقدية. وصلت إلى مطار سقطرة طائرة إماراتية جديدة قادمة من الشارقة وعلى متنها أجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى قيادات في ميليشيا الانتقال كانت في أبوظبي. وتأتي هذه الرحلة بعد أيام من وصول باخرة تكريم المحملة بمركبات وزوارق عسكرية ومواد تموينية للميليشيا في الجزيرة. وكان محافظ سقطرة رمزي محروس أطلق تصريحات عن استقطاب الإمارات خبراء أجانب إلى الأرخبيل يرجح أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. وأفادت المصادر أن 4 أجانب يعتقد أنهم على علاقة بالموساد الإسرائيلي وصلوا إلى الجزيرة موجودون في مكان قريب من العاصمة حديبة وتحت حراسة مشددة، في حين تمنع عناصر تابعة للإمارات الاقتراب من مكانهم. استنكر أهالي محافظة أرخبيل السقطرة استمرار تسيير رحلات إماراتية مشبوهة للجزيرة بعد وصول طائرة إلى مطار الأرخبيل قادمة من الإمارات. وأكد سكان محليون أن عشرات الأجانب الذين لا تعرف جنسياتهم وصلوا للأرخبيل على متن الطائرة الإماراتية وسط مخاوف من وصول ضباط مخابرات إسرائيليين لسقطرة. وأكد السكان عدم وجود فائدة من تسيير تلك الرحلات كون أبناء الأرخبيل غير قادرين على شراء تذاكر السفر البالغ سعرها 3000 درهم إماراتي. أكدت مصادر محلية أن جزيرة سقطرة شهدت نشاطاً ملحوظاً للمروحيات الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية، ورصد السكان المروحيات الإماراتية وهي تحوم حول جزيرة درسا غير الآهلة بالسكان، فيما تحط مروحيات أخرى في مناطق خالية من الجزر التابعة لسقطرة. ويثير هذا النشاط الجوي للقوات الإماراتية في سقطرة مخاوف السكان من أي أنشطة عسكرية تقوم بها أبوظبي لتكريس سيطرتها على الجزيرة اليمنية. كشف عدد من الصيادين أن القوات الإماراتية أدخلت سفن صيد مجهولة تجرف الأسماك بكميات كبيرة من جزيرة سقطرة. وأضاف الصيادون أن ميليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات تضيق الخناق على أكثر من 7000 صياد سقطري، فيما تقوم بمنح تصاريح وتراخيص لشركة برايم الإماراتية للأسماك مع السماح لها بالاصطياد في المياه البحرية السقطرية. واستنكر الصيادون صمت الجمعيات السمكية في الجزيرة التي لم تصدر أي بيان تدافع فيه عن حقوق الصيادين من أبناء الأرخبيل. كشف عدد من صيادي الجزيرة أن القوات الإماراتية حولت جزيرة درسا إلى منطقة عسكرية ومنعت الصيادين من دخولها. وأكد الصيادون أن القوات الإماراتية تخطط لاحتلال جزيرة درسا التي تعد من أهم مواقع الاصطياد الغني بالأسماك والشعاب المرجانية. وأناشد الصيادون الرئيس هادي والحكومة بإنقاذ محطة الصيادين الأولى في جزيرة درسا من عبث الأعمال العسكرية التي يجري التحضير لها ومنع الصيادين من دخول الجزيرة. يستمر عبث الإمارات في جزيرة سقطرة، فبعد استخدام عناصر أجنبية وتدشين رحلات جوية غير مصرح لها، بدأت الإمارات في تحويل جزيرة درسا إلى ثكنة عسكرية ومنعت الصيادين من دخولها.
الحكومي فوض محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس المدير العام لمديرية حديب وأمجد محمد ثاني بالتوقيع على صرف مرتبات المدنيين لشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري. وتخضع جزيرة سقطرى لسيطرة ميليشيا الانتقال المدعوم من الإمارات، كما تسببت في اختلال العمل الإداري في مؤسسات الدولة بالجزيرة. افتتح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أرخبيل سقطرى أحمد إبراهيم خالد ومعه رئيس مجلس الإدارة بمدرسة الرواد عيسى مسلم المعرض السنوي الأول الذي يضم عدداً من الأعمال الطلابية. وخلال الافتتاح اطلع الحاضرون على إبداعات الطلاب التي تجسدت في تشكيلات كرتونية لمساجد ومبان ومخطوطات يدوية ولوحات فنية، وعبروا عن ارتياحهم بهدف تشجيع مواهب الطلاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج الأسبوعي شؤون السقطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة مقبلة. إلى حينها دمتم في أمان الله.